حقق حزب المحافظين فوزاً في الانتخابات التشريعية، إلا أنه خسر الأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني. ولقد أدت هذه النتيجة إلى ما يعرف بالبرلمان المعلق، بحيث لا يتمتع أي حزب بالأغلبية المطلقة في مجلس العموم. وستشكل رئيسة الوزراء تيريزا ماي حكومة جديدة بدعم من الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي. وفي التفاصيل، يتعين جمع 326 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم للفوز بالأغلبية المطلقة. وقد فاز المحافظون ب 318 مقعداً، في حين حصد حزب العمال 261 مقعداً. 35 مقعداً كانت من نصيب الحزب القومي الاسكتلندي، واثنا عشر للليبراليين الديمقراطيين المؤيدين للاتحاد الأوروبي. أما حزب استقلال المملكة المتحدة، وهو من أشد أنصار البريكزيت، فقد خسر مقعده الوحيد في البرلمان. وشكلت الانتخابات فشلاً لتيريزا ماي، التي دعت إلى انتخابات قبل ثلاث سنوات من موعدها للحصول على أغلبية مطلقة تعزز موقعها في مفاوضات البريكزيت. إلا أن خسارة الأغلبية المطلقة كان لها تأثير عكسي، إذ أضعفت موقع رئيسة الوزراء التي باتت تواجه ضغوطاً لحظها على الاستقالة. ويتعين على تيريزا ماي التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحد من حرية تنقل الأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن اعتداءً جهادياً هز لندن قبل ثلاثة أيام من الانتخابات، وهو الاعتداء الثالث في أقل من ثلاثة أشهر.